حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير حدثنا سلام أبو المنذر القارئ حدثنا عاصم بن بهدلة عن الشعبي أو خيثمة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المسلمين كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء تداعى له سائر جسده. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عبد الله حدثني يحيى بن عبد ربه مولى بني هاشم حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال فقال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم قال فقال رجل ما السواد الأعظم فنادى أبو أمامة هذه الآية التي في سورة النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. حدثنا عبد الله بن عمر هو القواريري حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا حاجب بن المفضل يعني ابن المهلبي عن أبيه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا بين أبنائكم يعني سووا بينهم. حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالوا ثنى حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم.